الاخبار يا ابو العين؟ بضمك فين؟ لازمنا سفريه يا حاج. ماله؟ خد فتح وسافر. بس انت بالك وانت ما قلتليش يا اخبار البنت ورده واخواتها؟ زي ما هي. زي ما هي ازاي يعني؟ مش لاقي بضاعه تشتغل فيها. مش لاقي بضاعه؟ يعني تجار كوم السن نفذوا الاوامر. 100 فل و10 يا حاج. سبحان الله. يعني سامع انهم شغالين في الدرة وان عشيتهم بقت معدن. انا ما وصليش حاجه زي كده خالص يا حاج. بس انا وصلنا يا برعي وتاكدت. من مين يا حاج؟ برعي انت عارفني، انا ما احبش حد يسالني ابدا. يمكن بتتعامل مع حد تاني بره كوم السمن خالص يا حاج. ربنا ينور مخك. هو ده بقى اللي انا عايز اعرفه. عايزك تقب وتغطس تجيب لي اسم التاجر اللي خرج عن طوعي. لازم نكلم في الشغل شويه. ايه اللي حصل؟ العقاد عارف انكم شغالين. هو ماله مالنا؟ عايز يوقف حالنا وخلاص ولا ايه؟ الحكايه مش حكايه شغل. امال الحكايه ايه يا برعي؟ الحكايه والعقاد عارف ان انا ورا الموضوع ده. نهايتي هتبقى على ايدي يا ورده. طب المطلوب ايه بقى؟ انا مش هقدر اورد لك بضاعه من دول. اتصرفي من اي حد تاني. انا مش فاهم انت خايف منه قوي كده ليه؟ العقاد اخر واحد يشك فيه هو انت. العقاد يشك في ابوه في الشغل؟ ما عدوش هم رحميني. يا برعي ده انت بتخاف منه قوي. امال انا مش زيك ليه؟ ما بخافش منه يعني. انت يا ورده كمان لازم تخافي. لازم تخافي من العقاد. على راي المثل من خاب سلم. اخس عليك يا برعي، بينك انت ما بقتش تحبني زي الاول. لا ورده ما تقوليش الكلام ده. انا بحبك انت في قلبي، انت روحي. بس يا روح ما بعدك روح. تعالى يا حمدي، انا هكلفك بمهمه في منتهى السريه. انت تعرف برع السيد عفيفي؟ برع السيد عفيفي؟ لا يا فندم معرفوش. لا انت اكيد شفته لما رحت المغلى بتاع الحاج ابراهيم العقاد. وايه علاقته بالحاج ابراهيم يا فندم؟ اقعد. ده يبقى جوز بنته. القصد احنا جات لنا اخباريه ان برعي ده بيمارس تجاره المخدرات وانه بيستخدم سيارته الخاصه في توزيعها. معقول يا فندم؟ ده على كده يبقى عديل النقيب علاء. للاسف. عشان كده انا مش عاوزك تجيب سيره لعلاء بالعمليه دي خالص الا لما نتاكد اذا كانت الاخباريه دي حقيقي ولا كذب. والعمليه دي فيها مرشد يا فندم؟ فيها. هو اللي هيحدد لنا خط سير برعي ومعاده، وهيقول لنا عن مكان المخدرات فين في العربيه. والحاج ابراهيم العقاد ليه علاقه بالموضوع ده؟ لا هو المرشد ما جابش سيرته خالص، كلامه كله منصب على برعي. يظهر ان برعي ده مستغل قرابته للحاج ابراهيم العقاد وسمعته الطيبه وبيشتغل من وراه. هو ليه ملف عندنا يا فندم؟ ابدا يا اخي، ده حتى عمره ما اتهم في اي جريمه. والمرشد ده تحت ايدينا يا فندم؟ لا هو بيتصل بينا عن طريق التليفون ولغايه دلوقتي مصمم ما يفسحش عن شخصيته. طب ما يمكن في بينه وبين برعي ده مشاكل او اي ضغينه. مش مهم، انا هنعمل اللازم وهنتصرف التصرفات الصحيحه. علشان كده انا عاوزك تبدا تحرياتك من النهارده، وانا من ناحيتي منتظر مكالمه من المرشد ده، بناء عليه هجيب لك اذن من النيابه. المهم زي ما قلت لك انا مش عاوز علاء يشم خبر عن العمليه دي. انا عاوزها تتم في منتهى السريه. خليك معايا. كان عايزك في تحريات. عن مين؟ بعدين بقول لك علاء. بعدين وفي ايه؟ مساء الخير يا رئيس برعي. مساء الفل يا باشا. معلش بقى هنعطلك شويه، ممكن تنزل من العربيه؟ خير ان شاء الله. لا لا اطمن خالص، شويه اجراءات كده، 5 دقايق وتروح لحالك على طول. تسمح؟ اوي. ايه بس الموضوع بالظبط؟ مش فاهم. زي ما قال لك مجرد اجراءات. ممكن بقى تفتح لنا شنطه العربيه؟ عينا يا باشا. اتفضل.
الله 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 الله. يا سلام، ده حشيش يا ريس برعي. ده ايه الحلاوه دي؟ كنت رايح بيه لمين ده يا ريس برعي؟ باش انا معرفش حاجه على الحاجات دي خالص. انت هتستعبط فيها يا برعي ولا ايه؟ اشحن، احنا مطلعينه من شنطه العربيه عندك. بالله العظيم ثلاثة ما اعرف مين حاطط حاجه. اتفضل معايا. انا ما اعرفش الكلام ده. تقول تحيات حاجه في الموضوع ده. الكلام ده تقول في المكتب بقى. مش حاجه باشا. ثلاثة بالله العظيم. اركب اركب اركب. الله اطلع. انت بسم الله الرحمن الرحيم. ده مين يا اختي اللي عمال يرن في التليفون كده في الوقت ده؟ يا حاج، حاج ابراهيم. يا حاج، تليفون يا اخويا عمال يرن من الصبح بقاله كتير قوي. تليفون بيرن. يا ايه ده؟ طب ما تشوفي مين؟ حاضر. طب استنى استنى انا صغير بقى. خليك وانا اروح. يا الرحمن الرحيم، يا غفار، يا وهاب يا كريم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا رب العالمين. حميدة؟ ايه يا بنتي؟ ايه دي؟ ايه في ايه؟ برعي ايه وسيفت ايه بس دلوقتي؟ ده وقته؟ انا افتكرت حد مات ولا في حريقة ولا حاجة. طيب وانا هعملك ايه دلوقتي؟ زمانه جاي؟ ما هو انا لو اعرف مكانه هروح اجيبهولك من قفاه دلوقتي. ده زودها قوي يابا، ده عمره ما اتأخر كده. لو تعرف حاجة قولي. تلاقيه راكن في أي غرزة ولا نيلة. مرات إيه بس دلوقتي؟ منظره عرة، يا في مرة تعبره. طيب خلاص خلاص، إيه اللي أنت عايزاه أعمله؟ حاضر. لو عايزة تطلقي هخليه غصب عن أهله وطلقك بكرة. لا خلاص، وأنا عندي غيرك. لا خلاص، يلا روح انت نام. يلا صباح الخير. عليها منين ولا منين بس؟ خير يا حاج، في ايه؟ زفت حميدة وزفت برعي ده ما جاش لغايه دلوقتي. قال ايه؟ قلقان لا يكون عنده واحده تانية. لا اله الا الله. برعي ايه وخبت ايه؟ بيني وما بينك يا حاج، برعي ده مزودها حبتين اليومين دول. سيبيه بس، سيبيه يعمل اللي يعمله. انا مدبر له حكايه، لو عملتها فيه هخليه يندم بقيت العمر. حميدة ازاي يا فتحي؟ ازاي وهم ماسكينه مع الحشيش؟ هو مش كان شغال معاك؟ اشمعنى هو اتمسك وانت لا؟ دي اخرتها يابا، هي دي اخرتها. كان يوم اسود يوم ابويا مسكك دولاب الشغل. عيب يا حميدة الكلام اللي بتقوليه ده قدام ابوكي ولاخوكي فتحي كمان. طبعا، ما هو المحروس ابنك اللي قاعد مكان ابويا، اللي ابويا عمل له جهو جهجهون وفي الاخر يودي جوزي انا في داهية. يا بنتي حرام عليكي، احنا مش معقول هنسيبه. ليه؟ وانتوا كمان كنتوا عايزين تسيبوه؟ ده اللي يدور يلاقي المعلم الجديد هو اللي ورا الملعوب ده. خلاص قدمت جوزي خروف يا فتحي، بس على فكرة انا مش هاسكت، هضربها على دماغك وعلى دماغ اللي خلفوه. اخلصي بطويل لسانك، انا مش هسمح بقله الادب دي ابدا. قول لها، قول لها يا حاج حقيقه جوزها. قول لها، قول لها بدل ما هي قاعده بتقل ادبها علينا كده. ما تقول لها انت يا فتحي،
عشان تهبط وتستريح شويه من قله الادب دي. ما تقول ما تقول يا سي فتحي يا معلم يا كبير، قول. جوزك اتقفش وهو بيوصل بضاعه الورده واخواتها. لا والنبي، لبسه تهمه واكلني القوانطه. لعلمك انا عارفه كل حاجه. عارفه ايه يا حميده؟ عارفه ان ابويا مدي اوامر لكل تجار كوم السمن محدش يديها بضاعه. اشمعنى برع اللي هيخالف اوامر ابويا ويديها بضاعه؟